شلون بس عشان تلعب ولا تشتري وتبيع؟ لا ما يجوز. يقول في الألعاب الإلكترونية ندفع أموال حقيقية ثم نشتري ونبيع في اللعبة، هذا لا يجوز. وأما إذا كان يدفع المال ليلعب يستانس في اللعب يعني هذا لا بأس به. أما أن يأخذ التجارة هذه بهذه هذا نوع من القمار والله أعلم.